بسم الله الرحمن الرحيم. أرحب بتلاميذ الصف الأول مدرسة الأماني الأهلية. إن شاء الله اليوم سوف نقوم بحل تمرينات صفحة 41 كتاب النشاط. نعم، عندنا السؤال الأول، يقول اطرح مستعملا خط الأعداد. اطرح 5 ناقص 5. راح نجي على خط الأعداد نحدد الرقم 5. 1 2 3، راح نبدأ من 0 0. 1 2 3 4 5، راح نحدد 5 ونرجع 5 مراتب إلى الوراء، 5 أعداد إلى الوراء. السهم راح يخرج من عدد 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. إذن توقفنا عند العدد 0، راح نعد الأسهم 1 2 3 4 5. إذا راح نكتب آخر رقم، الرقم الخامس هو 0، إذا 5 ناقص 5 0، نكتب 0 بالفراغ. وعدنا 10 ناقص 4، أيضا راح نيجي نحدد العدد الكبير على خط الأعداد 10. راح نرجع 4 مراتب إلى الوراء، 1 2 3 4، الرقم الرابع هو 6، إذا 10 ناقص 4 6، نكتب 6 داخل المربع الفراغ. وعدنا 13 ناقص 6، إذا راح نيجي نحدد 13 على خط الأعداد، العدد الكبير نحدده على خط الأعداد ونعوف العدد الصغير نحدد 13، ونرجع 6 مراتب إلى الوراء، 1 2 3 4 5 6، أو نرسم الأسهم عن طريق الأسهم. السهم يخرج من العدد 13، 1 2 3 4 5 6. إذن عندي 6 أسهم وتوقفنا عند العدد 7، إذن 13 ناقص 6 هو الناتج 7. وعدنا السؤال الثاني، أمثل جملة الطرح 9 ناقص 4 على خط الأعداد وأجد الناتج. عندي 9 ناقص 4، راح نمثل العدد على السؤال على خط الأعداد. عندي العدد 9، هذا هو العدد 9 ناقص 4، راح نرجع 4 مراتب إلى الوراء، 1 2 3 4، مثلناها على خط الأعداد. إذا توقفنا عند العدد 5، راح نبدأ نعد 1 2 3 4. إذا تأكد أنه نحن رجعنا 4 مراتب إلى الوراء، إذا 9 ناقص 4 الناتج هو 5. السؤال الثالث، يوجد 12 بلبلا على غصن شجرة طار منها 3 بلابل، كم بلبلا بقي؟ حل المسألة باستعمال خط الأعداد. راح نحل المسألة ونستعمل خط الأعداد. من نجي نحدد الأرقام على خط الأعداد، إذا الرقم الكبير راح نكتبه بأول مربع، 12، علامة الطرح موجودة، ناقص 3. راح نيجي نمثل 12 على خط الأعداد، هذا هو العدد 12، ناقص 3، راح نرجع 3 أعداد إلى الوراء، 3 مراتب، السهم يخرج من العدد 12، كم مرتبة؟ 3 مراتب. كم سهم عندي؟ 1 2 3 11 10 9. توقفنا عند العدد 9، لأن صار عندي 3 أرقام، 1 2 3، إذا الناتج هو 9. وأرجو من التلاميذ متابعتي وأن يقوموا بكتابة الناتج على كتاب النشاط.